ورجعناكم أعزائي المشاهدين مع الأطباق الأشهى والألذ والمتميزة يعني المتنوعة والمختلفة دائما مع الشيف سكينة. واليوم عندنا يعني كبة بالجبنة هذه شوية مختلفة. أيوة. خلينا نشوف شيف سكينة والكاميرا معاك عشان تطبقينا أطباق اليوم. تفضلي. يسعد مساكم أعزائي المشاهدين. عشان نبارك الوقت كالعادة بدي أعمل لكم تطبيق بسرعة. أنا كبة بلبنية حشوتها لحم. اللحم ممكن نضيف لها زي ما بدكم حسب رغبتكم مكسرات جوز تنضاف لها الكبة بلبنية. بس بدي أعمل معكم التطبيق كيف تشكيلتها. أنا شارحة فيديوهات تشكيلتها بصفحتي. بس ياريت إنه في الكاميرا مضبوط. بدنا نعملها هيك زي فتحة الفنجان. طيب شيف ممكن وانت قاعده تعمليها يعني نعطي طريقه تجهيز اللحم الخاص بالكبه والخلطه نفسها عشان انا استفيد اكيد والمشاهدين. اوكي. العجينه سهله. انا بالنسبه لي بختصر كثير اشياء. كاستين برغل ابيض، نص اقل مقدار يعني نص كاسه اسمر اللي هو بر. خلاص اوكي. وبهارات شطه فلفل ملح وبصله واحده وبشر ليمون. اذا ما فيش بشر ليمون بشر برتقال واحده منهم. بصله مفرومه طبعا. هي بتنطح هذول. بس ننقع البرغل. انا بحكيك هاي مكوناتها. ننقع البرغل مش ننقع اول شيء بنغسل البرغل مجرد غسله. بعدين انا شو بعمل بتبلها. بتبل البرغل هو لسه مغسول. بعدين لما بدي انقعه بميه مع البهارات. وبعديها بس خلص اشوفه تناثر حبات متناثره. انا حاطه شرحه كيف بانستغرام كيف انه تكون حبه متناثره ما يكون مبلل كثير مي. اللي يصير من نعجنه بصير كثير طري. انا بديها تكون هيك لما امسكها تكون معي زي هيك يعني انها متماسكه اقدر اشكلها زي ما بدي الشكل اللي انا بدي اياه. هاي تشكيله اللحمه. بدي احشي انا الجبن. طبعا الاجبان انا خالطه هون على جبنه حلوم شدر وموزاريلا. يعني الحلوم بتطلع طعمها مميز صراحه. مميز وهي بتعطي المطه. انا بدي المطه. حلوم وشدر وايش كمان؟ موزاريلا. جميل. مبشورين. اذا قدرنا نبشر انا شفت كيف عملتها؟ بالاخر هيك بعملها. بتاخذ معي الشكل الدائري او الشكل اللي بدكم اياه، يعني انا حبيت اميزها عن على اساس تكون معروفه من الثانيه. ايوه هيك. وبتنقلها. طبعا انت قلتي انه احنا حنعمل ثلاث خلطات باللبن وبالطماطم وبس بصلصه الطماطم وباللبن. طب انت اللي في صلصه الطماطم ايش ممكن تحطي فيها؟ ممكن تحطي لي محشيه اجبان. هي الاجبان لحم او جبن. بس انا حبيت الاجبان حسيتها خفيفه كثير. هاي الاجبان وحنحكينا هذا الشكل ايش اللحمه مفرومه. جميل. اللحمه مفرومه اللي انا شارحها اللي هي بصل بنقلبه مع بهارات وبعدين بنحط عليه شويه ملح وشطه وبعدين بس تتدبر البصله بدون زيت بدون اي شيء. بس تتدبر البصله مزبوط بنضيف بنزيحها على الجناب بنحط اللحمه بالنص بصير نقلبها وشوي شوي بنقلب معها البصل لياخذ ايش الطعم والنكهه لحتى ما تنشف ميه اللحمه ومن دون ولا نقطه زيت. اذا حبينا نضيف مكسرات بنضيف بنقلب معلقه صغيره صنوبر. عمليه ونضيف. خياريه خلينا نقول. ايوه صنوبر او مكسرات. في ناس ما بحبوا المكسرات عندهم حساسيه. هاي بدي اعمل وفينا انه انا عامل منها مشويه. هاي مشويه وهي مقليه. وفيهم ناس انه مثلا زي هيك خلصناها بس يغلي اللبن نطفي. طب شيف عشان اقدر اميز طبعا احنا المقليه نقدر نعرف انها استوت. ايوه يعني لانها بتنحط بزيت ومغلي وكذا. أيوة. بس المشويه كيف تقدر تعرف انها استوت؟ هل خلص. مثلا اغطيها؟ هل احط لها شويه زيت؟ يعني كيف أيوة. المشويه انا بحط عليها زيت زيتون بس بحط عليها شويه زيت زيتون بحط شويه مي في اخر الصينيه. شويه مي بالصينيه عشان لما تتبخر تطلع تنزل عليها وتستويها مزبوط وبعدين ببين لونها انها تغير. يعني اغطيها ولا ما اغطيها؟ لا ما بالاول ما تغطيها. اوكي. بس تتحمر مزبوط وتستوي عنا بالاخر طلعها من فرن اغطيها. يعني شوفي هذا اللون يعني بما اسوي هذا اللون يفرق يعني. واضحه فعلا صحيح انها استوت وتحمرت. بعدين انا بحب اضيف بهارات اللي تعطيها اللون والنكهه والطعم ما بخليها ساده. يعني هذه عملنا التشكيله هي منها مشوي بالفرن زي ما حكينا شويتها زيت زيتون حطيت عليها شوية مي وهي قليتها. صوص البندورة اللي هي لكرات الجبن الكبة كرات الكبة بالجبن. بصلة زيت زيتون ملح شوية بهارات بس والبصلة زي على حبتها يعني لا تفرميها ناعمة. بنضيف عليها مرقة دجاج حسب رغبتنا. وبنخليها بس تغلي شوية هيك ربع ساعة بس يستطعموا بس خلاص تستوي. أنا بفرك عليها نعناع ناشف حبيت اعطي طعم نكهه غير. بنحط عليها نعناع ناشف وبس شوي غلوه بسيطه وخلاص نطفيها ونحب. بس نقلي الكبه
نعملها عليها زي هيك. طبعا هي زكاتها على طول وهي سخنه انها تنأكل. فشوف انه اتمنى انها تفتح معي الحبه وتسيح الجبنه، بس ما دنيت لانه انا عاملها قبلها بوقت، يعني ايش يوم منه شيء بسيط، يعني لما تكون من جوا زي هيك. وانا بتعمد دائما اني الاطراف تكون شوي رقيقه، ما تكون كثير مفتوحه، ما تكون سميكه. ايوه. هذه اللبن، صوص اللبن كثير ناس بيسالوني عنه انه بيفرط معهم. في عندك خيارين، اولا انا بحط لبن شرب كيلو وبحط حبتين زبادي معه. على الكيلو الشرب وحبتين الزبادي، هو الحين بيسالوني كم الكيلو، جيك اللي هو الزبادي، جيك الزبادي، حط عليه بيضه واحده وملعقتين نشا. وعلى الباقي بيضه ومعلقتين نشا. طب اعطينا أيوة. ترتيب يعني مثلا القدر، حطينا اللبن الزبادي الكيلو، طريقه بعدين الزبادي اللي هي الترين شرب. اللي هي قاروره الترين. اي لا لتر. أوكي. كيلو لتر. دائما الكيلو لتر يعادل 9 سوائل. طيب وعلبتين زبادي حق أيوة الحبه بريال وبيضه. طيب البيضه كيف بتحطي، يعني تكسري البيضه وتخلطي ولا كيف؟ لا احنا حطينا، حكيتي كيلو لبن وزبادي وحطينا البيضه خلاص، وحطينا النشا والملح ومرق الدجاج مكعب. طيب النشا لازم نخلطه بشويه مويه. لا 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 ما هو بارد، ما هو بارد، كله بارد، كله بارد، الزبادي بارد. بنضل نحرك في اتجاه واحد، مش نروح ونرجع باتجاه واحد لحد ما شفناها غليت. بس تغلي لين تربط شوي. ايوه على حسب رغبه المشاهدين. في ناس بس تغلي مثلا حبه الكبه زي هيك بحطوها تغلي معها على حسب غيرتكم، بس انا ما بنصح تحطوها في الطنجره، حطوها زي هيك زي ما هي الحبه، وحطوا اللبن دخلوها الفرن شويه ثلث ساعه بس تستوي الحبه. او خيار ثاني على طول بس تستوي هي. طب الصراحه انا عندي دائما اللبن دائما يفرط، بس عاد عندي طريقه شويه تكنيكيه انا بقولها على الهواء. اجيب المضرب الخلاط واحطه جوا القدر اضربه ويرجع يتماسك. هذا خلاص بيتماسك بثواني. لا انا هي شوفي عملته يعني قبلها. هو ايش المشكله اللي ممكن تواجه فيه؟ وممكن اللبن لما يتسخن يفصل. المويه حقت اللبن تنزع يعني عن خمائر اللبن ويصير عامل زي قطع الجبن ولا هي زي الحليب الخربان او شيء. هي كبه شويناها خلاص اوكي، حطيت انا شويتها ما طبختها، وفي هون اعطيتكم اكثر من خيار وشرحيته بصفحتي كل شيء بتعلق في الكبه شرحيته. مثلا هون هيها مقليه فينا نشربها مثل ما بدنا، طبعا مع المخللات بس ما معبي الدنيا، مع هيك لذيذة صراحة. مع أنا كثير مشاهديني بحبوها مع القلي، بس أنا بعطي الخيارات للكل، كل واحد شو بده. هاي خليها إيش بيحبوا أو إيش برغبوا. صحيح. بس شوفي أنت كيف اللبن متماسك ما انفصل، عرفتي؟ المهم إنها نشربها مزبوط ونخليها لحالها تتشرب مع السخونة. وفي ناس بتحكي إحنا بتفرط معنا الكبة لما ندخلها الفرن، لا يعني حسب العجينة كيف ما أنا إذا كانت متماسكة أكيد صحيح؟ أيوه. وبعدين ممكن نعملها مع تنأكل مع مخللات. وفي ناس بيرغبوا انه صحيح انا سنوبر كنت راح انساه، طبعا التزيين هو اهم شيء، وانت ما شاء الله مبدعه في هذه الناحيه. شيف سكينه قدمتي لنا طبق الكبه باللبن والكبه بصلصه طماطم ولكن بحشوتين مختلفه، يعطيك الف عافيه. وان شاء الله متابعينك على الانستغرام يكونوا يعني شاهدوا هذه الحلقه ويقدروا يعطونا بعض التعليقات، واحنا حنعطيكم بعض التعليقات على نكهه الطبق على صفحه الشيف سكينه. اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تكلمنا فيها عن الرفق بالحيوان واهميته النفسيه على المجتمع، واكيد يعني في الناحيه الدنيويه والاخره رفق بالحيوان هذا شيء جدا مهم. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بفقرتنا مثل ما احنا استمتعنا بمتابعتكم. نلقاكم غدا في حلقه جديده من برنامج حياتنا باذن الله، ومن هنا الى ان نلقاكم غدا نترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.